السلام عليكم وتحية طيبة لكم المتابعين. كما شفتوا في العنوان خبر عاجل، هو فعلا خبر عاجل كيتعلق الأمر بالعاملات ديال الفراولة ولا البنات اللي كيجيو يخدموا في الفريسة. الخدمة راه كاينة وموجودة، واسبانيا راه كتسنى الخدامة، وراه ماشي كذوب. هذا الفيديو راه جيت نديرو باش نكذب داك الناس اللي كيقولوا ما كاين ما يدار، ولا حنا الناس اللي كنهضروا على الخدمه او اللي كنقولوا كاينه فرص العمل كيسمونا غير كنخربقوا وغير كنكذبوا على الناس وغير كنجيبوا شي هضره ما كايناش. هذا الموضوع هذا راه طرقته الاخ حسن انفو وتكلم عليه، وغادي نتكلم عليه حتى انا. كنتمنى باش الفكره تكبر وتوصل وتكون الحقيقه هي اللي كتوصل، ماشي ديك الهضره الخاويه. انتم كتصدقوا بان كاين تحرش وان كاين هذيك الهضره ديال الفضائح، الهضره الخاويه هذه كتصدقوها وكتديروها لها نشر وكتنتشر بواحد الدرجه ما تصورش. ولكن ملي كنقولوا كاين فرص ديال العمل وان كاين اسبانيا محتاجه في الخدامه، والفريسه راه جالسه غير كتخماش في الميريا، في خصوصا في ويلبا جالسه غير كتخمش تما وممكن اللي يخدم. راه اسبانيا عيات ما تسنى العاملات اللي غادي يجوا من المغرب، واحد العدد كبير اللي كانت كتسنى باش توصل به وما توصلتش بديك العدد اللي كانت كتسناه. كان واحد التدخل من القنصل ديال اسبانيا في المغرب باش يشوف شنو واقع. اسبانيا كتسنى الخدامه يجيو، الخدامه ما جاوش، والفريسه جالسه كتخماج. اذا القنصل ديال اسبانيا بغى يعرف شنو كاين، في كاين المشكل، مشى تاكد بنفسه، لقى المشكل كاينه في انابيك. انابيك اللي كتلعب على الناس وكتكذب عليهم وكتقول لهم بانهم الناس ما بغاتش تخدم، مشاكل في الترونسبور، المهم شي اعذار وهي ما عندها حتى شي معنى. اسبانيا راه القنصل فاش اكتشف هاد الالاعيب هادي دخل بنفسه وقال بانه بين اليوم وغدا وحتى بعد غدا ماكسيموم خصها تكون هنايا 700 خدام، 700 عامله خصها تدخل هاد اليومين هادي صحه، باش ما كان 700 تدخل غدا. ومن بعد غادي يجيو 6000 مرا في السيمانه الاولى من شهر ابريل، 700 خصها تدخل بين اليوم وغدا، لا ابعد تقدير بعد غدا. ومن مورها السيمانه الاولى ديال ابريل خصها تدخل 6000 مرا، 6000 مرا. ومن مورها فوج اخر عاوتاني خصو غادي يجي ديال 1500 مرا، يعني العدد راه شي 7500، هذا على اقل تقدير للناس اللي اسبانيا محتاجه العاملات، محتاجه في العاملات اللي غادي يجيو، يعني محتاجه في خدامه. هذا الكلام هذا ماشي لولولولو من فمي انا وهضره خاويه، وعاوتاني وندوزو ونبقاو عاوتاني نسمعوا ديك الكريتيكا وديك ما عرفش الناس اللي كتبغي تهترف. هاد الشيء غادي يكون عندكم في الرابط، غادي يكون عندكم في الرابط لتحت، غادي تدخلوا عليه تكليكوا عليه وغادي تقراو بنفسكم وتعرفوا واش هادشي صح ولا كذوب. هادشي اللي كنقدموه كنقدموه بدليل، ما كنجيوش نبلبلو ونجيبو الهضره من عندنا، كنجيبو الهضره بالدليل، حيت الدليل هو اللي كيهضر، ماشي انا اللي كنهضر اولا اخ حسن انفو كيهضر اولا شي حد اخر من الشرفاء كيهضر. حنا ملي كنبغيو نتكلمو في شي موضوع كنتاكدوا باش انه يكون صحيح وفعلا داكشي اللي كاين هو اللي كاين 100%، بلا تضليل بلا كذوب بلا نفاق بلا تصوير، بلا ما كاينه لا قلب لا مشاهدات ولا تخربيق. هذا خبر عاجل، اسبانيا راه محتاجه في الخدامه في الفريسه، محتاجه فيهم اورخينتي، خصهم يجيو يا. هادشي راه كاينه وماشي كذوب ماشي تضليل. والناس اللي كتقول لك حنا اللي كنبقاو نهضروا على المواضيع ديال الخدمه او اللي كنجيبوا شي مساعد شحال كيقول لك ما كايناش، هادوك ما عرف اعداء ديال ما باغيش خوتهم يخدموا، ما باغيش خوتهم يجيو من المغرب. هما دابا راه كيكونوا هنايا ومعاهم وكيكون حاجه ديال الخدمه، وعاد غادي يبغي لك انت تجي من المغرب وتخدم 6 شهور ديالك الباص ريف وتمشي، هو كيكون هنايا حداك وما حاملكش، ماشي عاد غادي يتسناك يبغي لك الخير انت غادي تجي من المغرب باش تخدم. اودي لي لين الله وصافي، يعني كاين شي مغاربه الله يهديهم. انا ديجا يلاه هدرت انا في واحد الفيديو اخر الا كنتو شفتوه درت فيه واش هادو هما مغاربه العالم، ما اش غادي نقول لكم صراحه، يعني كاين شي حوايج كتعس في الخاطر ما فهمتش انايا، انا ما فهمتش. واخا دابا بنادم خدام امارش ومخصو تاخير وهو حاسدك ما باغيكش دير شي حاجه في حياتك، حاطه عليك انتايا ما عرفتش علاش. صافي اصاحبي كل واحد مشي يخدم على راسو، كل واحد مشي يشوف شنو يدير في حياته، ما تبقاش مقابلين غير الناس.
واش عباد الله الاسبانيا محتاجه الخدامه، كتقول لكم ها عباد الله ها الخدامه بغينا اللي يجي يخدم لنا، وما كايناش اللي يقدم شي نصيحه في سبيل الله ويدافع عليهم ويقول لا، تلقى غير اللي يتعكس معاك ويقول لك لا كذوب ولا ما عرف شنو كتكذبوا على الناس. هذا هاد الخدمه هذه خدمه مؤقته تيمبورادا، حنا ما كنهضروش على الخدمه في اسبانيا راه فين ما ولكن الخدمه نو، هذه الخدمه ديال التيمبورادا، ديال التيمبورادا ديال الفريسه مؤقته. منين غادي تسالى فريسه غادي تسالى التيمبورادا، منين غادي تسالى التيمبورادا غادي يقولون داك الناس اللي جابوهم صافي شكرا للمهمه ديالكم وسيروا حتى العام الجاي. هذه فرصه عندك الناس اللي غادي يجيو من المغرب، الحمد لله تبارك دابا الناس مساكن الله يحسن العوان، دابا كاينه اللي كتجي مراه هجاله، كاينه البنات اللي تخدم على والديها، كاينه الناس فقراء مضلوحين بزاف. هذيك التيمبورادا ديال 5 شهور ولا 6 شهور بالنسبه ليهم كتشكل واحد الاعانه ماديه كبيره بالنسبه ليهم. وتخيل دابا الانسان غادي يجي يخدم، غادي يجي يخدم هنايا واحد الفتره يضرب فيها واحد 1000 اورو ولا 1200 اورو في الشهر وباش يديها للمغرب، راه فلوس صحيحه، هذيك فلوس صحيحه وغادي يخدم بها للعائله ديالو ويعول بها الناس ديالو اللي كيعول بها. اذا حنايا كخصني ضروري نتكلم في هذا الموضوع هذا، ومن بعد في الديسكريبسيون غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الكلام اللي كنقول باش ماشي تقولوا كلام ترتار. وكنتمنى ان الناس اللي عندها معلومات بحال هكا توصل المعلومه، توصل المعلومه وتوصلها كما هي. دابا حنايا بالنسبه لنا حنا اللي في اسبانيا حنا كنقدموا العلم، كنقول لكم شنو كاين وشنو كاين وفين وشنو ديروا. دابا بقى شنو كاين، دابا المشكل كاين في المغرب، كاين في لانابيك ديال المغرب. دابا شنو المطلوب، مطلوب من هذيك الناس اللي قدمت الدوسي ديالها وما جاتش تمشي للانابيك وتحتج عليهم وتشوف فين كاين المشكل، تغوت على حقها الناس سوني غوت على حقهم. راه القنصل بداتو اكتشف هذا المشكل هذا في المغرب بان كاين تلاعبات في الملفات، وراكم عارفين دخله عامره وتحت الداف وفهمتي هاك ارا بلا ما نزيد نوضح، راه نتوما فاهمين الفيلم بوك صاحبي ودهان السيري سير. المهم كلشي كيتباع ويشاع. دابا المهمه ديالكم نتوما تمشي تحتاجوا على الحقوق ديالكم وتغوتوا، وعلى وعسى ان شاء الله توصلوا المبتغى ديالكم. راه عندكم الحق تجيو تخدموا، عندكم الحق تجيو تخدموا، تخدموا التيمبرادا اللي هي مسموحه لكم، واحترموا احترموا غير التوقيت اللي عطيكم اسبانيا، خدموا التيمبرادا ورجعوا بحالكم. راه غادي تبقى عندكم واحد الخدمه فيه، غتبقى كل عام كتمشيو كتجيو. المهم شنو خصكم دابا باش توصلوا ان شاء الله انكم توصلوا تاخذوا الحق ديالكم، وما خصكم تمشيو اللي هي في المغرب وتحتاجوا وتغوتوا. حنا من الجهه ديالنا حنا قلنا اللي علينا، هذا الشيء اللي كاين اخوتي، وراه غادي نكون عندكم كل شيء في الرابط، شوفوه وتاكدوا والله يجيب التيسير والله يعاون الجميع.